الرحمن الرحيم رسالة لشادي سرور بعد إعلانه تركه للإسلام والإلحاد بسبب العنصرية والجحود. حابب أقول لك يعني أنت مقضيها صور مع نساء شبه عارية وسفر للدول الغربية للسياحة وأغاني ورقص على أغاني في فيديوهاتك، ودلوقتي أنا سبت الإسلام. طب إيه علاقة ده كله والعك اللي أنت عملته في حياتك بأنا سبت الإسلام؟ يعني مثلا رحت تعمل عمرة ولا تحج والناس طردوك من الكعبة ولا كنت بتصلي وجه حد ضربك قال لك ما تصليش، إيه الضرر اللي حصل لك بسبب الإسلام؟ مش كل واحد يفشل في حياته اللي هي بعيدة عن ربنا يجي يقول لك الإسلام هو السبب. لو كفر من في الأرض جميعا لن يضر الله شيئا، ربنا غني عني وعنك وعن كل البشر، فاعلم إنك بذلك لم تضر إلا نفسك. لم نرى من ربنا إلا كل خير والإسلام كل خير، ولكن لمن يعيش على الإسلام ويتقي ربنا هو من يرى هذا الخير. ده ربنا بيقول لك في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقال تعالى أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة. أما آيات التحذير لتركك للإسلام فموجودة كتير جدا في كتاب الله. هتيجي تقول لي يا عم الناس بتعلق لي تعليقات وحشة وفيها ناس كتير جدا مسلمين، كل ما انزل فيديو يقولوا لي وحش وحش، الناس دي ضايقتني. هقول لك ربنا بيقول لك: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا أعرف واحد عمه تبرع منه وشتم قوم كذبوه حربوه حصروه 3 سنين وقالوا عليه مجنون، وماتت ليه أعز واحدة في الدنيا ومات عمه اللي كان بيدافع عنه، اتخنق واترمت عليه مشيمة ناقة، كسرت سنانه، فقد أغلب أولاده في حياته، جاع وعاش على التمر والماء لشهور ومات على التوحيد. وأعرف واحد تاني عمل شوية فيديوهات فيها عري فالناس قالت له عفة قال لهم هسيب الإسلام. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحان الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ورد إليك عبادك ردا جميلا. الرسالة دي على فكرة مش لشادي بس ولا أي حد كمان بيفكر يألحد أو يبعد عن الإسلام، الرسالة دي لكل الناس اللي بتفكر تبعد عن الإسلام. في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد بيفكر يبعد عن الدين، وما تنساش في نهاية الفيديو لو عجبك الفيديو تعمل لايك للفيديو، لو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك أسعار بكل جديد بننزله. السلام عليكم.